بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي مدارس المنتزه الخاصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر عبد الرحمن المليجي. هنكمل مع بعض إن شاء الله شباب في حل تدريبات المنهج. إن شاء الله النهاردة هنراجع مع بعض تدريبات درسين. هنبدأ في الدرس الأول منهم وهي حل تدريبات المحاصيل الزراعية في الوطن العربي. السؤال الأول عندي: اختر يصعب زراعة ايه في شمال سوريا؟ طيب انا القمح سوريا موجودة فيه، والقطن سوريا موجودة فيه، والبنجر ما خدناهوش، يبقى اللي بيصعب هو قصب السكر. من دول الجناح العربي الافريقي اللي بتنتج محصولي القطن والقصب دولتين، طبعا القطن والقصب يبقى مصر والسودان. من اكبر الدول العربية انتاجا للحبوب مصر، تاني اكبر الدول العربية انتاجا للرز العراق. يزرع ايه في معظم دول الوطن العربي وسوريا هي المركز الثالث؟ يبقى القمح. من دول الجناح الاسيوي اللي بيتزرع فيها محصول القصب، طبعا العراق، ودي هلاقيها بشكل واضح في الخريطة. يعد ايه اقل الحبوب الغذائية؟ اقل حاجة طبعا الرز. من المحاصيل الزراعية اللي بتدخل في صناعة الورق، طبعا قصب السكر. يكاد يستأثر الوطن العربي بإنتاج، طبعا الوطن العربي عنده 90% من إنتاج التمر. أفضل المناطق الزراعية الصالحة لزراعة الرز، طبعا شمال الدلتا. السؤال اللي وراه عندنا أكمل: من الحبوب الغذائية الشتوية القمح، ومن الحبوب الصيفية عندك الأرز. تعد دولة إيه أولى الدول للقصب؟ طبعا مصر. يدخل قصب السكر في العديد من الصناعات، منها الورق، السكر، الخشب. تحتل العراق المركز الأول إنتاجا للتمر، ويساهم الوطن العربي ب10% من إنتاج الموالح. الخريطة يشير الرقم 4 إلى دولة تستأثر بمعظم إنتاج محصول، طبعا 4 مصر، ومصر بتسيطر على الرز. يتم زراعة قصب السكر في المنطقة رقم 5، 5 دي عندنا اللي هي العراق، اعتمادا على مياه الأنهار. يشير الرقم 2 إلى دولة، طبعا رقم 2 دي سوريا، وهي أولى دول الجناح العربي الأسيوي في زراعة القمح. يشير الرقم 1 إلى دولة تحتل المركز الثاني في محصول السودان، دي يبقى السودان المركز الثاني في محصول القصب. يشير الرقم 3 إلى دولة تحتل المركز الكام في زراعة القمح، طبعا الثاني. السؤال اللي وراه عندي الخريطة: رقم 1 البحر الأحمر، طبعا رقم 5 البحر المتوسط، هنا رقم 1 أولى الدول المنتجة للقمح 2، أولى الدول المنتجة للموالح 4، أولى الدول المنتجة للتمر 3. سؤال: بما تفسر تركز زراعة القمح في مصر؟ هقوله: توفر ظروف الزراعة من حرارة معتدلة وتربة جيدة الصرف. يعد الأرز أقل الحبوب الغذائية انتشار بسبب عوامل زراعته من حرارة مرتفعة ومية وفيرة وتربة طينية ثقيلة. تجود زراعة القطن في مصر بسبب توفر ظروف الزراعة من حرارة مرتفعة وتربة جيدة الصرف وعندي إيد عاملة وفيرة. تركز زراعة قصب السكر في مصر لتوفر ظروف الزراعة من حرارة مرتفعة، تربة خصبة، مية وفيرة. الأهمية الاقتصادية لقصب السكر هقوله طبعا صناعة الورق والسكر والخشب. قارن بين القمح والأرز في الوطن العربي من حيث موسم الزراعة والظروف. طب القمح شتاء وظروفه حرارة معتدلة وتربة جيدة الصرف، أما الأرز في الصيف وظروفه حرارة مرتفعة، مية وفيرة، وتربة طينية ثقيلة. قصب السكر والقطن عايز الموسم والأهمية. القصب الموسم في الصيف وبنصنع منه الورق والسكر والخشب، والقطن في الصيف وكمان بنعمل منه الألياف الطبيعية لصناعة المنسوجات. اكتب ما تدل عليه كل عبارة: محاصيل زراعية تشغل أجزاء كبيرة من المساحات المزروعة بالوطن العربي ومصر من أكبر الدول في إنتاجها، طبعا الحبوب الغذائية. محصول شتوي يحتاج إلى حرارة معتدلة وتربة جيدة الصرف القمح. محصول صيفي تتركز زراعته في مصر وخاصة شمال الدلتا، طبعا يبقى الأرز. ودلوقتي شباب هنبدأ في تدريبات تاني درس في التاريخ وهو الدولة العباسية. السؤال الأول عندي: اختر ينسب العباسيون إلى العباس عم الرسول،
وصلت حدود الدولة العباسية إلى بلاد ما وراء النهر شرقا من البلاد التي خضعت لحكم الأمويين ولم تخضع للعباسيين، طبعا الأندلس. أول خلفاء بني العباس هو طبعا أول واحد هو أبو العباس. تأسست قواعد الدولة العباسية على يد أبو العباس. تم نقل مقر خلافة الدولة العباسية للمرة الثانية اللي هي طبعا الأنبار، هقول له برضو عهد أبو العباس. يعد الخليفة مين المؤسس الحقيقي؟ حقيقي بقى أبو جعفر المنصور. اتخذ مدينة بغداد مقر للدولة العباسية برضو أبو جعفر المنصور. شجع على حركة الترجمة من الحضارات، طبعا الترجمة عندي المأمون. تشابهت أعمال الخليفة أبو جعفر المنصور مع المعتصم فيه الاهتمام بالعمران، لأن أبو جعفر بنى بغداد والمعتصم سامورا. كانت الثورات سبب رئيسي للاهتمام ببناء الجيش في عهد طبعا المعتصم. سقطت الدولة العباسية على يد المغول، وده طبعا حصل 656 هجرية. السؤال اللي وراه عندي، اتخذها العباسيين أو العباسيون في أول الأمر عاصمة ليهم، طبعا دي مدينة الكوفة. جعلها أبو العباس عاصمة الخلافة بعد الكوفة يبقى الأنبار. جدد أبو العباس الطريق بينها وبين الكوفة يبقى بينها وبين مكة يبقى مدينة الكوفة. بناها أبو جعفر المنصور وجعلها مركز للخلافة طبعا بغداد. فتحها المعتصم بعدما حارب الروم عمورية، وبناها المعتصم تبقى سامورا. السؤال اللي وراه شباب، بما تفسر يطلق على العصر العباسي الأول اسم العصر الذهبي للدولة العباسية؟ هقوله بسبب طبعا قوة الخلفاء، الحفاظ على وحدة واستقلال الدولة، وقيام الإصلاحات في جميع المجالات. يعتبر الخليفة أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، لأنه قام ببناء بغداد العاصمة الجديدة، وكمان رائب وحاسب الولاة، وقضى على الفتن والثورات، ونشر الأمن والأمان. ازدهار الحياة العلمية في عهد الخليفة المأمون، لأنه اهتم بالعلم والعلماء، وكمان الترجمة من الحضارات. السؤال اللي وراه عندي، ظهور العديد من الدول المستقلة في العصر العباسي الثاني، طبعا بسبب ضعف خلفاء العصر العباسي الثاني. اهتمام الخليفة المعتصم بالجيش لأن هدفه كان القضاء على الثورات. ضعف وسقوط الدولة العباسية، هقوله طبعا بسبب ضعف الخلفاء. صراع أبناء البيت العباسي، زيادة الأطماع في الدولة العباسية بعد اتساعها، وسيطرة العناصر الغير عربية من الفرس والأتراك على الجيش والإدارة. ما النتائج؟ قضاء الخليفة أبو جعفر المنصور على الفتن والثورات، ده أدى إلى نشر الأمن والأمان، ولقب أبو جعفر بالمؤسس الحقيقي. تولية العهد الأكثر من واحد في الدولة العباسية، ده أدى إلى صراع أبناء البيت العباسي وسقوط الدولة العباسية. وجود الظاهر بيبرس في الحكم بمصر 659 بالنسبة للخلافة العباسية، طبعا إحياء الخلافة العباسية مرة أخرى في مصر. مع بعض يلا شباب على السؤال اللي وراه، دلل. يعتبر العصر العباسي الثاني عصر ضعف وانهيار، هقول له حيث ضعف الخلفاء في العصر العباسي الثاني، وطمع الغزاة زي الصليبيين والمغول، وعندي كمان ظهور الدول المستقلة. قارن بين أهم أعمال أبو العباس وأعمال أبو جعفر. طيب يا شباب، بالنسبة لأبو العباس، أسس قواعد الدولة العباسية، مهد الطريق من مكة إلى الكوفة بالمنارات لإرشاد المسافرين، وكمان نقل العاصمة إلى الكوفة ثم إلى الأنبار. وأهم أعمال أبو جعفر المنصور إنه هو المؤسس الحقيقي، لأنه قضى على الفتن والثورات، ونشر الأمن والأمان، وراقب وحاسب الولاة، وكمان أنشأ مدينة بغداد لتكون مركز للخلافة العباسية. السؤال اللي وراه عندي، أهم أعمال هارون الرشيد وأعمال المعتصم. بالنسبة للهارون، اتساع الدولة الإسلامية، اهتم بالزراعة والصناعة والتجارة، وعندي كمان اهتمامه بالعلم والعلماء، وإنشاء القصور والأسواق والحدائق. أما بالنسبة للمعتصم، اهتم بالجيش للقضاء على الثورات، حارب الروم وفتح عمورية، وأنشأ مدينة سامورا. وبكده شباب نبقى خلصنا مع بعض أهم تدريبات درس المحاصيل الزراعية، ودرس كمان الخلافة العباسية. انتظروا إن شاء الله باقي الفيديوهات المنهج. دمتم أبنائي دايما بخير.